جدل اليوم هنا على أرضية هذا الملعب في مدينة الشعراء، كما قلت مدينة إجدابيا الجميلة. بطاقم تحكيم يقود هذه المباراة مشاهدينا الأفاضل، حكم وسط عبد الباسط شوب، والمساعد الأول محمد بلعة، مساعد ثاني أسامة الورفلي، والحكم الرابع محمود العقوري، ومراقب المباراة محمد النيبو. طريق المنصوري في أول هجوم، خطيرة الكرة دارنيسية يمر ممكن، ولكن تعود من جديد ضربة مرمى أمام زعبوب. دراس ناجح وفي الهجوم، وكرة عرضية ممكن، شامخ يا شامخ عبد الباسط شوب. شوف هذا الخطأ، وهنا كان تدخل من جانب خليل. جدار العنيق وفرج عبد الحفيظ، والتسديدة ولكن عالية. فرج عبد الحفيظ والعرضية فرج، ممكن خطيرة الكرة والتسديدة، وكرة ممكن من أول لعبة وشوط على المرمى، ولكن الإبعاد. كويس يرسل كرة وعالية، ممكن الآن لدارنس، ولكن يأتي الإبعاد. تسلل لا وجود إلى تسلل، شامخ القذافي وممكن الكرة والتسديدة، ورائع البلوك، رائع التغطية. هذه لقطة الإعادة، شوف العرضية محور بصراحة، شامخ عمود من أعمدة التعاون، شامخ وفرج عبد الحفيظ. هل سيكون اليوم هو الفوز الأول بعد 5 مباريات، وهو الفوز الثاني بعد 13 مباراة لفريق التعاون بصافرة بلعم؟ وهذه لقطة الإعادة للهدف الوحيد لغاية الآن. محمد عزيز يأتي من بعيد ليعلن عن أول هدف المباراة. والنصر والهلال المتصدرين، ومواجهة مرتقبة بالتأكيد غدا. جميلة بنغازي بكل فرقها وديربيها، وفرج عبد الحفيظ وبينية، والثاني ممكن، الثاني ممكن، الثاني، وجول جول 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 الثاني. نعم، هدف ثاني قاسي، رصاصة الرحمة من جانب عناصر التعاون. هذه العرضية من جانب فرج عبد الحفيظ، ويا طه يا الشلوي يراوغ حارس المرمى، وكادت أن تكون أو كاد أن يبعدها خليل، ولكن يسكنها الشباك طه الشلوي. هدفين مقابل لا شيء الآن. التعاون بالعلامة الكاملة ينتصر الآن مشاهدينا الكرام بكل قوة. شوف المراوغة، وهنا الهدف يأتي، الهدف الثاني، ويدخل تالانداي. دو كونتر اتاك من جانب عناصر فريق الدارنس، هذه كرة خطيرة ممكن. الصراع الآن من جانب شاهين، اجمل شاهين يتقدم، شاهين من دون مساندة ويخسرها شاهين. وإرضاء الجماهير والعودة إلى الفوز من بوابة الصداقة إلى من يكمل بالشكل الصحيح. والتسديد الآن خطيرة، مباغثة الكرة. مشاهد وللمعلق، هي المباراة التي تكون خالية من الأهداف، وهذه لقطة الإعادة لم يقدرها بالشكل المطلوب. في المحاولة الأخيرة خليل، خليل يلعب الكرة ولكن طالت على أويس، وتوفيق زعبوب. مباراة لا تزال سلبية، وممكن أول هدف، وهذه كرة ممكنة والتسديد، وجول جول. هدف أول، هدف أول في بداية الدقائق، يضرب فريق التعاون دارنس بالهدف الأول. يأتي، شوف السرعة، يأتي من بعيد. أعطوني من سجل الجول، عاود لي عبد السلام يا شحاوي، عاود لي يا شحاوي من اللي سجل هذه الكرة وهذه العرضية. شوف أحمد جمال يلعبها، وفرج عبد الحفيظ ما يقدرهاش، وهنا التسديدة. با يا عزيز، آه يا عزيز، آه يا عزيز، محمد عزيز يقلب الملعب بالألعاب النارية والشعلات. هذه الكرة العرضية، وشوف اللقطة والإعادة، ويأتي من بعيد وبوف وجول. هدف أول، واهتزت شبكة الأنيق، 1-0 تعاون. هنية من جديد، فرج عبد الحفيظ في الجهة اليسرى، البينية الرائعة، ممكن الثاني يقتل المباراة، ممكن الثاني يقتل المباراة، لكن عماد الدين منزعج تماما زياد.
إما استماتة دفاعية قوية من جانب عناصر دانوس خطيرة، وبرافو يا عماد يفكر في العرضية ولمن تكون، الحاسي ولكن عالت المرمى. جونيور يطلب الكرة، أو جونيور أعطى الكرة خطيرة، ممكن هدف التعديل، ممكن التعديل وركنية من جديد، وكرة عالية ركنية تنفذ، وكرة خطيرة. هذا هو ما يميز حراس المرمى، الرياكشن أو التوقع. شوف شوف، مع أن الخروج خاطرة جميلة، بنغازي بكل فرقها وديربيها. وفرج عبد الحفيظ وبانية، والثاني ممكن، الثاني ممكن، الثاني وجول جول 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 الثاني. نعم، هدف ثاني قاسي، رصاصة الرحمة من جانب عناصر التعاون. هذه العرضية من جانب فرج عبد الحفيظ، ويا طه يا الشلوي يراوغ حارس المرمى، وكادت أن تكون أو كاد أن يبعدها خليل، ولكن يسكنها الشباك طه الشلوي. هدفين مقابل لا شيء الآن. التعاون بالعلامة الكاملة ينتصر الآن مشاهدينا الكرام. هي الملعب، وورقة حمراء، ورقة حمراء يشيرها عبد الباسط الشوب، لنقول ألف مبروك لفريق التعاون الانتصار بكل قوة. شوف المراوغة، وهنا الهدف يأتي، الهدف الثاني، ويدخل تالانداي. قدم مباراة رائعة بصراحة. هنالك ورقة، ورقة حمراء، حمراء جديد. إذا في هذه الآونة مشاهدينا متتبعينا الكرام، ينهي حكم المباراة السيد عبد الباسط الشوب.